إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترضيه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. الحمد لله علم ما كان وما يكون، مطلع على عبده أينما يكون، محصي للحركات وللسكون، إذا أراد أمرا قال له كن فيكون، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة يرضى بها عنا وترضيه، وترضيه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والقلب السليم هو المشغول، هو المشغول بلا إله إلا الله، لا إله إلا الله، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأراضين، لا عز إلا في طاعته، ولا غنى إلا في الافتقار لرحمته، ولا سعادة إلا في القرب منه، ولا فلاح ولا نجاح، ولا صلاح ولا إصلاح في الدنيا ولا في الآخرة إلا في الإخلاص له. وما أمروا إلا ليعبدوا الله، إلا ليعبدوا الله مخلصين، مخلصين له الدين حنفاء، ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة، وذلك دين القيمة. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله ومصطفى، نبي الهدى وبحر الندى وأكرم الناس جودًا ويدا، صل اللهم وسلم وبارك وزد على الحبيب المجتبى وعلى آله وعلى صحبه، وسلم ربنا تسليما كثيرا. بعثه ربه للإيمان مناديا وللجنان داعيا ومرضاته ساعيا وللمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا، فاللهم ارزقنا محبته وارزقنا شفاعته، واسقنا بيدي رسول الله يا ربي شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، فأنت حسبنا ونعم الوكيل. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله في السر والعلانية، فهي التجارة الرابحة والسفينة بإذن الله الناجية لما وقد أمرنا بذلك، والله قد قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى
لكن عذاب الله شديد. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو، لا إله إلا هو، فأنى تؤفكون. اللهم امنحنا هداك وارزقنا ربنا تقواك، واجعلنا نخشاك كأننا نراك، وأسعدنا يا ربنا بلقياك، ومتعنا يا ذا الجلال والإكرام برؤياك، وابعثنا واجمعنا مع الحبيب المصطفى مصطفاك. اللهم فرج كرب المكروبين، وأزل هم المهمومين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم لا تخرج صاحب حاجة من المسجد إلا يسرت أمره، وشرحت صدره، وغفرت ذنبه، وشفيت مرضه، فليس لنا إلا أنت يا رب العالمين. عباد الله، إن من المعلوم أيها الإخوة الأكارم، ومن الأمور التي جبلت عليها النفس وجبل عليها الإنسان، حب المال. حب المال أيها الإخوة الأكارم، وليس حبه للمال حبًا عاديًا، بل والله حبًا جمًّا، كما قال ربنا تبارك وتعالى: كلا بل لا تكرمون اليتيم، ولا تحاضون على طعام المسكين، وتأكلون التراث أكلًا لمًّا، وتحبون المال حب مش طبيعي. حب يا أيها الإخوة الأكارم، وتحبون المال حبًا جمًّا، فالنفس مفطورة على حب المال. قال الملك وهو يقسم: والعاديات ضبحًا، قال مولانا: والعاديات ضبحًا، فالموريات قدحًا، فالمغيرات صبحًا، كلها أقسام. ثم قال الملك: والعاديات ضبحا، فالموريات قدحا، فالمغيرات صبحا، فأثرن به نقعا، فوسطن به جمعا، إن الإنسان لربه لكنود، وإنه على ذلك لشهيد، وإنه لحب الخير لشديد. قالوا: حب الخير بمعنى حب المال مفطورة للنفس على ذلك. بل قال الملك عن المال: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين. انظر لما تكلم عن المال، قال: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة، قناطير مقنطرة، لأن الله يعلم هذا الإنسان لن يشبع. اسمع: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. يا ناس، ذلك متاع، ما تركزش جامد في المال، لا تجعله هو هدفك وغايتك، فتقع في المحذور وتندم يوم لا ينفع الندم، بل لا ينفع الاعتذار، بل لا ينفع الكلام أساسي، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة. مش تسمع همسة، يعني حتى الهمس لا يسمع. قال الملك: هذا يوم لا ينطقون، ما فيش كلام. إذا ما جث الناس أيها الإخوة الأكارم بين يدي الملك، وترى كل أمة
جاثية. يبعث الناس فإذا ما طالعهم الملك جث الناس على ركبهم. تخيل هذا المشهد وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها. حب المال أيها الإخوة الأكارم إذا لا نفاصل في هذه القضية مجبول عليه الإنسان، ولكن جعل الإسلام وجعلت الشريعة له ضوابط في جمعه وفي الاستحواذ عليه. فليس الشاطر الذي يجمع المال، وإن كلمة شاطر مفهومها عند الناس يعني الجيد، ولكن لها لا في اللغة العربية بمعنى الماكر، لكن مع كلامهم في العامية الشاطر اللي طلع الجنيه عم الشيخ من عين الجن، هذا مفهوم الناس. نقول لا، بل أيها الخيار لا نقول الشاطر، بل نقول الموافق الموفق من وفقه الله، فيخرج من الدنيا وليس في عنقه حقوق للبشر، حقوق للناس. اسمع مولانا تبارك اسمه وتعالى جده: ما من باب من أبواب الحرام في كسب المال إلا وسده جملة وتفصيلا ما جعل له خرم إبرة ليدخل الإنسان منه. أي كسب حرام تجد أبواب الباب قد أغلق وقد سد ولا يخرج منه نفس أيها الإخوة الأكارم. وأنواع الكسب الحرام كثيرة جدا، ولطال بنا الوقت حتى نتكلم عن كل صورة، ولكن في المجمل نقول أن ما من باب فيه كسب حرام إلا وحذر الله ونهى عنه أيها الإخوة الأكارم. فأول هذه الأمور أكل أموال الناس بالباطل بأي صورة، بأكل أموال الناس بالباطل. قال الملك تبارك وتعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلال. يا أخي كلها بالحلال يا أخي، ألا تتعقل في الأمر؟ عشرات الآيات إن لم يكن مئات الآيات في القرآن، أفلا يعقلون، أفلا يتدبرون، أفلا يتذكرون، أفلا يعلمون، مئات الآيات. عايز يقول لك، عايز يقول لك أنجب نفسك، احذر غضبي، لا تقف بين يدي يوم القيامة وأنت جاني، تعال لي وانت نظيف، تعال لي وانت أبيض. نعم يا إخوتي، لأن الله قال: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. مش ميزان واحد يا إخواني، موازين القسط ليوم القيامة. وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها. يا نهار أبيض، هو الحساب بالكيلو ولا بالطن؟ لا، اسمع الآية كأنك لأول مرة تسمعها وتذكر للعد: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. القاعدة العريضة: فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة. يا إخواننا مثقال الحبة لا ترى، يا إخواننا لا تراها، التي يتكلم عنها القرآن هنا لا تراها، مثقال الحبة لا ترى. وإن كان مثقال حبة من خردل ها أتينا بها. من الذي يأتي بها؟ الله يا حبيبي، الله. أتينا بها وكفى بنا حاسبين. إذا كانت المحاسبة بمثقال الذرة فكيف بمن يأخذ مالا أو يغتصب أرضا؟ الله الله الله، مدلوله ومفهومه يظهر في كلام رسول الله. أخويا، أي كسب حرام إن لم تتب منه، ركز،
يكفيك تطلع من الجمعة دول بالكلمتين من أخوك الصغير، يكفيك تأخذهم دول بس وانت ماشي وتركز فيهم. أي كسب حرام إن لم تتب منه جئت به يوم القيامة. بمفهوم تاني وبالراحة خالص، أي حاجة حتاخدها مش بتاعتك حتأتي بها يوم القيامة. آية وحديث: وما كان لنبي أن يغل، يعني يسرق، ما فيش نبي يسرق. وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. حتى لو كانت يا عم الشيخ كان ما كان صغير أو كبير، صغير أو كبير كسبه حرام تأتي به يوم القيامة. هذه هي الآية. أما الحديث، روى الإمام البخاري من حديث أبي حميد الساعدي أن رسول الله قال صلى الله عليه وسلم، ركز يا أخي، ركز في ورقة إجابتك، لأنك لن تسأل عن ورقة غير الورقة التي هي أمامك، وأقصد بورقتك عمرك، ورقة الإجابة بتاعتك عمرك، ركز فيه، لأن على حسب الإجابة تكون النتيجة. ركز يا أخي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أرسل النبي محمد رجلاً يقال له ابن اللتيبية، أرسله النبي لجمع الصدقات، موظف قطاع عام. الراجل ده موظف قطاع عام اللي بعثه النبي محمد، اختاره النبي، قال له: تعال يا فلان. قال: نعم يا رسول الله. قال: اذهب إلى البلاد فاجمع لنا الصدقات. كانت تجمع وتوزع على الفقراء والمساكين. فذهب الرجل مكلف من رسول الله، يبقى الوظيفة دي وظيفة عامة يا إخواني، صليت مع رسول الله. فذهب الرجل وعاد، ثم جاء بمال كثير، ورجل عنده أمانة أقسم بالله. فلما عاد الرجل وعاد بأموال كثيرة جدا، قال لأصحاب رسول الله: هذه هي الصدقات التي كلفت بجمعها. دي الصدقات التي أمرنا النبي محمد أن نجمعها، وهذه الأموال الأخرى الجنب الثاني ده، دي إنما هدايا أهديت لي، كل بلد أنزل فيها أهلا مرحب برسول رسول الله، والله لازم يتعشى، والله يتأكل، وخذ كمان هدية مني لك، هذه هدية لك، هذه هدية لك، هذا لكم وهذا أهدي إلي. اطلع منها واخرج نظيف، وأولادك لست أنت برازق لهم، تعملش أولادك الشماعة. واعلم أن أول من يفر منك ابنك، والله حيفر منك يوم يفر المرء من أخيه، واللي بعده وأمه وأبيه. فقال: هذا لكم وهذا أهدي إلي. فوصلت المقولة إلى رسول الله، وصلت تلك المقالة أو هذه القولة إلى رسول الله، فجمع النبي الصحابة: تعالوا تعالوا تعالوا. فنادى مؤذن من قبل رسول الله، فاجتمع الصحابة بين يدي رسول الله، ثم خطب فيهم النبي قائلا بعد أن حمد الله وأثنى عليه:
قال: إني لأستعمل الرجل منكم في العمل الذي والاني الله به، كلفني ربي بعمل، ده سيدنا النبي يقول، فأختار واحد منكم يقوم به، ثم يأتي إلينا فيقول: هذا لكم وهذا أهدي إلي. هنا غضب النبي. كيف عرفت أنه غضب النبي؟ لتلك الجملة التي سوف تسمعها الآن، حيغضب جدا سيدنا النبي، حتفهمها في الجملة الآن. ثم قال: أفلا جلس في بيت أبيه وأمه، ما يقعد في بيتهم. يا أخي وانت في العمل كم واحد بيتصل بك يوميا وانت راجل موظف على 10 كده، مسؤول مثلا، مسؤول على مكتب، مسؤول على شركة، كل يوم والتاني يتصل عليك زمايلك واللي تحتك. طب وبعد ما تطلع على المعاش كم واحد يتصل عليك؟ شوف بقياس ميزان بسيط جدا عشان تعرف نفسك رايح فين. فقال النبي: أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى ينظر هل تأتي إليه هديته أو لا؟ حيهدوه الناس بعد ما يطلع المعاش ولا لا؟ حيهدوك؟ والله لو سلموا عليك تواضعوا، ده لو سلموا عليك زيك يا أبو فلان يبقى الناس متواضعة وحلوة معك. ثم قال النبي البيان الذي أردته، إيه هو؟ أن من أخذ شيئاً ليس من حقه جاء بها يوم القيامة. فضرب النبي فقال: والذي لا إله غيره إني لأعرفن واحداً منكم، يعني من أمتي مش واحد بعينه، لقي الله يوم القيامة وهو يحمل بعيراً، يا الله، بعيراً تيعر، ده صوت الإبل، الناقة اللي سرقها في الدنيا الراجل اللي يبعثون يوم القيامة، من مات ساجداً مات ساجد، والذي مات في العمرة أو مات في الحج يخرج من قبره لبيك اللهم لبيك، واللي مات يا أخواننا وهو بيزكي، من مات على شيء بعث، واحد مات وكان حرامي وما تابش يأتي بما سرق يوم القيامة. فسيدنا النبي قال: يأتي هذا الرجل وهو يحمل بعيراً تيعر، واحد أقل منه، وآخر يحمل شاة، سرق له معزة، سرق له خروف، يأتي به يوم القيامة، والثالث يأتي وقد حمل على كتفه بقرة. ثم إذا برسول الله يزيد في العتاب وفي الغضب فيرفع يديه حتى يظهر بياض إبط النبي محمد، وهذه في المبالغة في التبرؤ والدعاء إلى الله، ثم رفع النبي يده وهكذا حتى رؤي بياض إبط النبي، ثم قال: اللهم إني بلغت، أنا بلغتهم، فاللهم فاشهد. وعلامة يا إخوتي لا نأكلها بالحلال، لما نأكلهاش بالحلال؟ بأي ظرف والدنيا كلها يمين أخويا، ربي يقول يا إخواني: قل متاع الدنيا والله العظيم قليل والآخرة خير لمن اتقى، يا إخواني كلها بالحلال، فإن الحرام عاقبته وخيمة، واحد يأكل بالحرام عشان يجمع لأولاده، هم يتمتعون وهو يسأل بين يدي الله رب العالمين. أسأل الله أن يغفر لنا ذنوبنا والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. توبوا إلى الله يا إخواني، الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترضيه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك وزد على الحبيب المصطفى والنبي المجتبى وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها الإخوة الأكارم، إن الله مهد لنا الأرض
وجعلها مذللة، فقال الله لنا في كتابه: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها، تحرك بس، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. علق الأمر على قضيتين: أن الرزق بيد من؟ نحن نرزقكم وإياهم، نحن نرزقهم وإياكم. أولادك وأنت رزقك على من؟ على الله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق، وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أخي الحبيب، كلها بالحلال، واعلم أن الغنى والفقر بيد الله، واعلم أن للغنى أسباب، فإن أخذت بها وفقت بإذن الله، وكذلك للفقر أسباب. لأجل ذلك كان يستعيذ النبي من العجز ومن الكسل ومن الفقر، كان من دعائه ليل نهار: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن. تلك كلها مفردات كان صباحاً مساءً يستعيذ النبي منها صلى الله عليه وسلم. فاعلم أن رزقك مضمون فاطلبه بحلال، واعلم أن للحرام عاقبة فورية، فورية يا إخواني، فورية يا إخواني. روى الإمام البخاري من حديث أبي هريرة: أول عقوبة لأكل الحرام أن باب الدعاء يقفل، لن تستجب لك دعوة، ولن يفتح لك باباً من أبواب الرحمة، وأن جميع أبواب السماء قد أغلقت. كلام صح يا عم الشيخ؟ ده مش كلامي، ده كلام سيدنا النبي فيما رواه الإمام البخاري من حديث أبي هريرة. قال رسول الله: يا أيها الناس، هذا بيان من النبي، يا أيها الناس، يا أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. يا رسل، نعم يا رب، كلوا من الطيبات، ولو كنتم رسل ولو عصيتم الله لكان الأمر اختلف. يا أخوانا، أحب مخلوق على الله هو النبي محمد، صح ولا غلط؟ هذا باعتراف الأنبياء، أحب مخلوق إلى الله، ومع ذلك قال الله له في سورة الإسراء: صليتم على رسول الله؟ يقول لحبيبه: لو أنك ركنت إليهم، يا محمد لو سمعت كلامهم، لو عصيتني يا رسول الله، يا محمد صلى الله عليه وسلم. قال له: إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. لحبيبه المصطفى هكذا يكون الحال. فقال رسول الله: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، إني بما تعملون عليم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثم ذكر النبي، فين الدليل على أن الدعاء لا يستجاب لمن هو آكل للحرام؟ قال رسول الله: ثم ذكر النبي محمد الرجل يطيل السفر، مسافر، ودعاء المسافر لا يرد يا إخوتي، ولو مسافر حتى أقرب مشوار وأنت في سفر تدعو الله، الله يقول لك استجبت. إن العبد ليطيل السفر أشعث، أغبر، يعني متمسكن، متضرع إلى الله، يرفع يديه إلى السماء: يا رب، يا رب استرني، يا رب ارزقني، يا رب اشفي ابني، يا رب نجح الواد، يا رب جوز البيت، يا رب سدد ديوني. يرفع يديه إلى السماء يدعو الله. هذا الذي يرفع يديه يقول عنه النبي: ومطعمه من حرام، ومشربه من حرام، وغزي بالحرام، فأنى يستجاب له. كيف يستجيب له؟ كيف هو كله معجون في الحرام؟ أكله، شربه، نومه، بيته، سيارته، عقاره، أرضه. يا الله، يا الله يا إخوتي،
أي والله يا إخواننا الأمر خطير جدا. تخلصوا من حقوق الناس يا إخوتي، وتبرأوا منها قبل أن تأتي ساعة يقف الإنسان منا بين يدي الله رب العالمين. يوم يقف الناس بين يدي الله رب العالمين، تبرأوا منها يا إخوتي قبل أن تأتي اللحظة التي تقف فيها بين يدي الله رب العالمين وتسمع قوله وهو يقول لك: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. لأجل ذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم أبعد الناس عن الكسب الحرام، ونضرب على ذلك من الأمثلة المعروفة المشهورة. ولكن وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. هذا هو أبو بكر، أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. كان له غلام، كان هذا الغلام يأتي إليه من آن إلى آخر بالطعام، فكان أبو بكر من عادته أن يسأل في كل مرة: يا بني من أين هذا الطعام؟ يقول: لنا حلبنا شاتاً، ذبحنا أكرمكم الله شاتاً. فيأكل أبو بكر، ويوم من الأيام أبو بكر ربما كان جائعاً فوضع الطعام فأكل، فما هي إلا لقمة أو لقمتين. قال أبو بكر: يا غلام من أين هذا الطعام؟ قال له سيدنا، قال له الغلام: يا خليفة رسول الله، إن هذا الطعام أصبته من رجل، أنا أخذت من واحد كنت تكهنت له في الجاهلية. الكهانة أن واحد تقعد معاه يقول لك: على فكرة أنت عندك كذا، أنت مش عارف معمول لك عمل، أنت معمول لك عفريت، وادي شغلنتنا الأيام دي، الواد مسحور، البيت واخد لها عين، أنا مش عايز، مش يا عم مش أنا واخد، من ساعة ما شافني فلان مش عايز أروح الشغل. ومين قال لك مين حد عايز يروح الشغل؟ يبقى كله مسحور. يا رجل، قالها حبيبك: واستعن بالله ولا تعجز، وما هم بضارين به من أحد إلا، تخيف لي والأمر بيد الله. نعم أيها الإخوة الأكارم، فما كان من، أيها الإخوة ركز في إجابتك، فما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، إلا أن قال له: من أين؟ قال: رجل تكهنت له في الجاهلية. وعلى فكرة يا سيدي أبو بكر، والله ما كنت أعرف برضك في إيه، في الكهانة، يعني شوية كلمات كده بنأكل بها عيش، وما كنت أحسن الكهانة وما أخذت منه في الجاهلية، فقابلني اليوم فأعطاني الطعام. يعمل إيه أبو بكر الصديق؟ يعمل إيه تربية النبي محمد؟ فإذا به يضع أصبعه في فاه، في فمه، وأخذ يستقي يقي يقي رضي الله عنه وأرضاه حتى كادت عيناه أن تسقط، ثم بكى ويقول: اللهم إني أعتذر إليك مما حملت العروق، اللي دخل في العروق كيف يخرج، ومما خالط الأمعاء. إذا كانت هذه أكلة فيها شبهة حرام فعل هكذا أبو بكر، فكيف بمن هو مطعمه ومشربه وسيارته وبيته يا إخواني؟ تعالى نتعلم تلك الكلمة لنختم بها الجمعة: أين الله؟ ها؟ أين الله؟ يروى عن ابن عمر مر على راعي غنم، راعي غنم يرعى في الصحراء، وليس هناك أحد إلا ابن عمر والراعي ومعه شوية غنم، فقال ابن عمر: تعالى. وابن عمر من أصحاب الأموال يا إخواني، رجل أعمال من الطراز الأول. نادى على الغلام، قال له: تعالى. قال: نعم سيدي. قال: أعطيني شاتاً، ما تديني خروف، أعطيني معزة. اختبار من ابن عمر لهذا الراعي الغنم. فقال له: سيدي، أنا والغنم مملوكين لفلان، أنا والغنم ملكا، احنا اتنين زي بعض، أنا والغنم، أنا عبد والغنم دي غنم لسيدي. قال: أعطيني واحدة. قال: كيف أعطيك ما ليس لي حق فيه؟ قال: يا أخي الموضوع بسيط، أنتوا بتعقدوا الأمور ليه يا أخي؟ بتعقدوا الأمور ليه؟ قل لسيدك إن الذئب عمل إيه؟ أكل، والذئاب مليانة الصحراء بها،
صحراء مليانة بالذئاب. قول لي يا ابني المشكلة اتحلت، ما تعقدهاش يا ابني، خليك مفهوم يا انت طول عمرك يا اخي، انت في نفس الوظيفة وفلان راكب عربية وانت طول عمر. الدنيا يا اخواني لا تساوي شيء عند الله. مش عيب انك انت تكون فقير، والفقر استعاذ منه النبي، خذ بمسالك الغنى واترك النتيجة على الله، واعلم أن الله قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. قال الغلام لابن عمر قال أتريد أن أعطيك شاة ليست من حقي؟ قال نعم. قل أكلها الذئب. فصرخ الراعي، الراعي المعاش شهادات، الراعي يا إخواني الذي لا يرى إلا السباع والجبال، قال له يا سيدي وأين الله؟ طب ربنا حنروح منه فين؟ أين الله؟ فلما سمعها ابن عمر ما استطاعت قدماه أن تتحمل، جثى على ركبتيه وبكى ثم قال يا ابن عمر أين الله؟ بالله عليك، تلك المقولة لو تربعت في قلوبنا عندما تلتقي بامرأة في الحرام فتسأل نفسك أين الله، عندما تأكل شيئا حراما فتقول أين الله، عندما تفعل أمرا من الأمور التي لا ترضي الله تقول أين الله، مش كانت اتحلت المشاكل؟ أين الله؟ فخرج ابن عمر من عند الراعي في الصحراء ونزل في مدينة رسول الله يسأل عن الغلام ده ملكا لمن؟ فقالوا ملكا لفلان ابن فلان. فذهب ابن عمر، وابن عمر له من الوجاهة ومن التقدير والاحترام، ابن عمر ابن عمر ابن الخطاب، فدخل على سيده وقال أنت مالك لفلان؟ قال نعم. قال أتبيعه؟ تبيع الغلام ده؟ قال إكراما لك بل هو لك. قال لا بل بثمنه. قال أتبيع الغنم كمان؟ تبيع الغنم اللي هم بيرعاهم؟ قال نعم. قال خلاص اشتريت الغنم منك ومعه الراعي. فذهب ابن عمر إلى الراعي إلى الصحراء ودخل عليه واحتضنه في أخذه في حضنه ثم قال له يا أخي لقد قلت كلمة أعتقتك من الرق في الدنيا، من الرق في الدنيا، أسأل الله أن يعتقك الله بها يوم القيامة. يا أخي أنا اشتريتك وأنت من اليوم حرا لوجه الله، فأصبحت أنا وأنت إخوة، والغنم هدية من ابن عمر لك يا أخي في الله. الحلال يا إخواني، نسأل الله أن يرزقنا الحلال. اللهم بارك لنا في الحلال، اللهم ارزقنا، اللهم ارزقنا، اللهم لا تشغلنا بما لم تقسمه لنا، وبارك لنا فيما أعطيتنا، اللهم استرنا سترا يليق بجلالك، اللهم فرج كرب المكروبين، وأزل هم المهمومين، واقض الدين عن المدينين. اللهم إنا نسألك يا رب يا ذا الجلال والإكرام أن تغفر لنا ذنوبنا، اغفر لنا ما مضى، اغفر لنا ما مضى، واسترنا فيما تبقى من أعمالنا. اللهم وسع أرزاقنا وأحسن أخلاقنا واختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم اشف الحاضرين خاصة يا رب، اشف الحاضرين خاصة يا رب، اشف الحاضرين خاصة، واشف كل مريض وعافي كل مبتلى. اللهم ارحم جميع موتى المسلمين، ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم استرنا ولا تفضحنا، اللهم استرنا ولا تفضحنا، اللهم لا تنزع عنا سترك، اللهم لا تنزع عنا سترك، اللهم لا تنزع عنا سترك، اللهم لا تفضحنا بين عبادك، واسترنا يوم العرض عليك. اللهم احفظ مصر وأهلها، احفظ مصر وأهلها، احفظ مصر وأهلها، شعبها، جوها، بحرها، أرضها، سماءها، كل ما فيها يا رب العالمين. اللهم اجمع شمل المسلمين، وحد كلمة المسلمين، اكتب لنا صلاة في المسجد الأقصى يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا ومن أحبنا فيك وأحببناه فيك، ولأصحاب الحقوق علينا. ثم الصلاة والسلام على الحبيب المصطفى والنبي المجتبى، وأقم الصلاة.